حث كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش حكومة بلاده على فعل المزيد لمواجهة الأجندة الإرهابية لإيران، وذلك بعد حوادث اعتداء على السفن في مياه الخليج. وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها إيران سفنا دولية، وأضاف أن الهجمات التي حصلت هذا الأسبوع بمثابة تذكير آخر بأجندة إيران الإرهابية المستمرة، موضحا أن هذه الاعتداءات التي يضاف لها محاولة اختطاف مواطنة أمريكية والهجمات على القوات العسكرية والدبلوماسيين في الخارج تؤكد على الخطر الإيراني الحقيقي على مصالح الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.